الحين راح أوريكم شلون نسوي حساب حق الطالب وشنو راح يطلع حق الطالب، ونسوي مقارنة بين شاشة المعلم وشاشة الطالب. نضغط New Tab، نكتب Google Classroom، ندخل هني، وراح أغير، راح أضغط على حسابي الآخر، تسجيل دخول، أكتب الباسورد، وبشذي دخل معاي الصفحة الرئيسية حق الشخص اللي مسوي لوجن سواء كان طالب أو معلم. فهني راح يقول لي يا أني أنشأ أول صف أو أني أنضم. أنا سويت كوبي حق اللينك اللي محطوط هني، فراح أسوي انضمام إلى صف. راح يقول لي ان ترى انت مسجله بهالحساب، تبين تبدلين هالحساب؟ اقول له لا انا ابي الحساب. اكتب رمز الصف واسوي انضمام. وبكذي انضم معاي الى الصف. انا الحين كطالب هذه شاشتي، عندي ساحه المشاركات، وعندي الواجب الدراسي، وعندي الاشخاص، وطبعا عند المعلم في ساحة المشاركات، الواجب الدراسي، الأشخاص، وأيضا عنده الدرجات. طبعا هم تقدر هني تحط التكليف الأول، تقدر تضغط على اللي تم نشره وتحله، تقدر تشوف من ناحية الواجب الدراسي ويقول إن ترى موعد التسليم 3 يونيو، فتقدر تختار اللي هي تبي. تمام، هذا بالنسبة حق الطالب. الرد حق المعلم، ورد نسوي إنشاء حق مهمة للاختبار. الحين راح أوريكم شلون نسوي كويز. العنوان راح نكتب مثلا كويز 1، تعليمات راح نكتب مثلا الفصل الأول والثالث. تمام، يعني الاختبار راح يكون بالفصل الأول والثالث. بعدين عندنا هم إذا أنا أبي أسوي إضافة من مستند بجوجل درايف أو رابط أو ملف أو من يوتيوب، أو إذا أنا أبي أنشأ مستند أو عروض تقديمية أو جداول بيانات أو رسوم أو نماذج. عندنا هذه النماذج قلت لكم نفسها اللي هي هذه البلانك كويز، هو نموذج من نماذج جوجل حاط لي إياها، يعني حاط لي مسهل علي عملية عمل الكويز حق الطلاب، وراح نشوف الحين معاكم ونعبيه مع بعض. صراحة أنا وايد مريحتني هذه السالفة. في البداية مسمينه أهما بلانك كويز، أنا راح أكتب مثلا عنوان النموذج الاختبار الفصلي الأول. إذا أنا بيسوي وصف حق النموذج راح نكتب مثلا حق الصف الثالث. تمام، هني راح يقول لنا هذا السؤال، هني نبلش الـ Untitled Question. أول سؤال عندي مثلا كم يبلغ عدد الكواكب في المجموعة الشمسية؟ تمام، هني الاختيارات عندي إجابة قصيرة Short Answer أو فقرة. طبعا عندنا هذيل الاختيارات، يعني راح يكون المعلم هو اللي يصلحها يدوي، جوجل ما يقدر هو يصلح لي اياها، ف يعني درجاتهم ما راح تطلع، المعلم هو اللي يحط درجاتها. عندنا هنا اختيار متعدد، عندنا مربعات اختيار، والقائمة المنسدلة. طبعا الفرق بين خيارات متعددة ومربع الاختيارات، الفرق بين الدائرة والمربع ان الدائرة تكون حق اجابة واحدة فقط، يعني المتعلم يقدر يختار إجابة واحدة فقط من ضمن الاختيارات كلها. أما مربع الاختيار راح يكون حق أكثر من إجابة، يعني يقدر المتعلم يختار إجابتين، ثلاث، أربع، يقدر يختار كل الإجابات. فإحنا لأن عندنا سؤال، لأن عندنا إجابة واحدة صح، فراح أختار خيار متعدد. نكمل باجي، نقدر نسوي تحميل ملف، ونقدر إذا نبي نسوي المقياس الخطي أو شبكة متعددة الخيارات أو شبكة مربعات، وإذا نبي نحط التاريخ والوقت أيضا نقدر نحطه. فهني راح يكون أنا عندي الإجابات مثلا 6،
سبعة، ثمانية، وتسعة. تمام، هذه أنا الحين خياراتي. شو راح أسوي بعد؟ راح أضغط على مفتاح الإجابة. مفتاح الإجابة عشان يقول لي شنو الإجابة الصحيحة اللي إذا الطالب حطها راح يحصل الدرجة. الإجابة الصحيحة عندنا ثمانية. طبعاً إذا مثلاً حطيتهم كلهم أقدر، إذا كان في أكثر من إجابة، بس إحنا لأننا راح نختار إجابة واحدة فقط اللي هي ثمانية. وهني صوب النقاط أنا راح أختار هذا السؤال كم درجة عليه، خلينا نقول مثلاً درجتين. وهني أقدر أسوي إضافة ملاحظة على الإجابة، إذا الطالب مثلاً جاوب صح ولا جاوب غلط، أقدر أختار الملاحظة اللي أنا أبي أحطها، وراح أضغط تم. خلصنا السؤال الأول عليه نقطتين. عندنا هني إذا أنا أبي هذا السؤال يكون مطلوب أو لا. شنو معنات إن السؤال يكون مطلوب أو لا؟ مثلاً الطالب حل الامتحان كله ونسى يحل هذا السؤال، قال مثلاً راح أرد له بعدين، ما راح يندز لي الامتحان إلا لما يحل هذا السؤال. فأنا أفضل أن أخلي كل الأسئلة مطلوبة، لأن ساعات الطلاب ينسون أو ما أدري شنو يصير يعني. أوكي، راح نضيف سؤال آخر. هالمرة راح نخليه مقالي، غزي راح نخليه اللي هو المربعات. مثلا ما هي الكواكب العملاقة؟ راح نختار المربعات. اختيار رقم واحد، نكتب مثلا المشتري، نكتب زحل، نكتب مثلا الأرض. تمام، بعدين راح نضغط على مفتاح الإجابة. أنا الإجابات الصحيحة اللي عندي هم المشتري وزحل فقط. راح نحط عليهم درجتين، وأهم نقدر نسوي إضافة ملاحظة ونضغط تم. هذا السؤال هم أبي مطلوب. هذا عندنا هنا إذا أنا أبي أكرر السؤال مرة أخرى أقدر أسوي تكرار حق نفس السؤال، بس أنا ما أبي أكرر الأسئلة. خلصنا الحين مثلا من هالأسئلة. عندنا هنا إذا أنا أوريدي كنت مسوي نموذج من قبل، أقدر أسوي استيراد حق هذه الأسئلة، أو أقدر أني أضيف عنوان ووصف جديد، أو أني مثلا أقدر أضيف صورة، وأقدر أضيف فيديو، وأقدر أضيف قسم جديد. حط مثلا إضافة قسم، راح نكتب مثلا part 2، أو مثلا خلنا نكتب المقالي، الوصف الرجاء الإجابة على جميع الأسئلة. تمام، نقدر نضيف الحين سؤال مثلا عرفي الكواكب، وراح نخليها short answer، ونحط انه مطلوب راح يكون عليه درجة. هنا الطالب راح يحط نص الإجابة، وراح نحط مثلا ما هي الكواكب الداخلية والخارجية. راح أختار مثلا هالمرة فقرة، مفتاح الإجابة راح يكون عليه درجتين، تم نخليه مطلوب. نقدر بعد نضيف صورة، يعني عن طريق التحميل أو الكاميرا، أو إذا أنا كان عندي لينك URL، أو إذا عندي صور أقدر أسوي سيرش حق الصور، أو بحث من صور جوجل. أنا راح أحمل صورة أوريدي عندي. نختار مثلا المريخ، درجت لي هذه الصورة، وراح أكتب ما اسم، أكتبي كل ما تعرفينه عن هذا الكوكب. أوكي، وهم الإجابة أبيها تكون فقرة،
مفتاح الإجابة أبي يكون عليه درجتين، تم، وأبي يكون مطلوب. كذي أنا خلصت الامتحان. آخر شيء عندنا هني تخصيص المظهر. أنا شلون أبي الامتحان يظهر حق الطلبة؟ أقدر أتحكم بمظهره. أول شيء أقدر أختار صورة تكون مثلا صورة background، يا يعني عن طريقهم أهما من المظاهر في عندنا العمل والمدرسة، عندنا الرسوم التوضيحية، عندنا أعياد الميلاد، طعام وعشاء، حفل للأطفال فقط، زفاف، سهرة خارج المنزل، رياضة وألعاب، وسفر. فأقدر أختار أنا أي واحدة فيهم. مثلا أختار هذه، أسوي إدراج، طلعت لي هني. أو أقدر مثلا أنا ما عجبتني أسوي تحميل من الصور اللي أنا عندي، حط هذه مثلا أو هذه. هم أقدر أتحكم شلون أبيها تطلع لهم، أسوي تم. اندرجت لي هذه الصورة، ما عجبتني هم أقدر أرد أحذفها وأختار من المظاهر اللي هم حاطينها. أختار مثلا هذه، أسوي إدراج، طلعت لي. أقدر أتحكم بالألوان. طبعا لو لاحظتوا أنه هو كل صورة يحط لي إياها لون المظهر يتغير على حسب الألوان الموجودة بالصورة عشان التناسق يكون حلو. فمثلا أنا أبي يكون هذا مثلا، والخلفية أبيها تكون غامجة فاتحة بيضة، أبيها هذه. وهني نمط الخط هذا إذا أنا كان عندي مثلا بالإنجليش راح يبين أكثر، إذا أبي أساسي أو زخرفي أو رسمي أو مرح، إحنا نخليه أساسي عادي. كذي خلصت من المظهر. أقدر الحين أسوي شنو؟ معاينة قبل لا أدزه حق الطلاب. الحين لو أنا مثلا طالب، كذي راح يطلع لي الامتحان، أجاوب كم يبلغ عدد كواكب المجموعة الشمسية؟ نقول 8 كواكب العملاقة، عندنا المشتري وزحل. نروح التالي، لازم أجاوب عليهم كلهم. هنقول مثلا أنا قلت بكتب التعريف آخر شيء، الكواكب الداخلية والخارجية، مثلا نكتب الأرض والمريخ كوكب صخري لونه أحمر. إذا ضغطت إرسال ما راح يرسل، لأنه راح يقول لي إن ترى عندك هذا السؤال مطلوب لازم تجاوبين عليه. راح أكتب مثلا تعريف الكواكب هي صخور الفضاء. طبعا مو هذه التعريف الصحيحة أو الإجابات الصحيحة، بس يعني نضغط إرسال. كذي أنا رسلت الامتحان، لقد تم تسجيل ردك. أقدر أعرض النتيجة، أشوف إن أنا تلايبة 4 من 9. طبعا لأن المعلم للحين ما صلح الأسئلة المقالية، فقال لنا ترى هذه الإجابة صح، ترى هذه إجابة صح، هذين هني الباقي الأسئلة اللي هو لازم المعلم يجاوب يصلح لي إياها. أوكي خلصنا من الاختبار. عجبني الاختبار، أوكي راح أقول إنه هو حق كل الطلاب، عليه مثلا 10 درجات. تاريخ التسليم حط مثلا باكر، الوقت أبي مثلا يكون الساعة 1، هيكون يوم الأربعاء 2 يونيو الساعة 1. تمام راح أسوي تعيين. وبكذي تعين عندي الكويز وعندي التكليف الأول. طبعا الحين عند الطالب شنو راح يطلع؟ سوي ريفرش، طلع لنا من المهام المطلوبة عندنا الكويز قبل التكليف، مع أن أنا سويت التكليف أول بس لأن موعد التسليم راح يكون قبله، فهذا ليش حط ياه أول.
تمام. ني مثلا الحين نسوي توجيه أسئلة. أنا مثلا راح أحط لهم سؤال ماذا استفدت من الفيديو؟ حتكون إجابة قصيرة. راح أسوي هالمرة إضافة فيديو من يوتيوب، أسوي بحث عنه تعليم الأسماء طلع لي هذا الفيديو، راح أسوي له إضافة، تنزل عندي الفيديو. هم راح أخليه حق كل الطلاب، النقاط راح نحط عليه 5 هالمرة، تاريخ نحط لهم مثلا هالوقت. الحين السؤال، هل أنا أقدر أخلي الطلاب يردون على بعضهم؟ يعني الإجابة راح تطلع لهم مثلا حق كل الطلاب، أقدر أشوف أنا الطلاب شنو رادين وشنو يقدرون يردون على بعض، وهل يمكن للطلاب تعديل الإجابة؟ مثلا أقول لهم إن إيه. أوكي، نكتب مثلا الرجاء مشاهدة الفيديو كاملا. تمام، احنا هني كذي ضفنا فيديو عن طريق السؤال، وراح نسوي سؤال، ندز لهم هذا السؤال. الحين هذا حاطين عليه علامة question mark. نقدر أنا أقدر بعد أسوي حق المواد، إذا أنا أبي أنزل مادة، إذا أنا عندي كتاب PDF أقدر أنزله لهم. العنوان راح يكون كتاب العلوم، الوصف للصف الثالث، الجزء الأول. وراح أسوي له إضافة من الملفات اللي عندي من براوز. طبعا راح يطول شوي لأن الكتاب كبير. تمام، وبشذي نزل عندي كتاب العلوم على الصف الثالث as a PDF موجود هني، كتاب العلوم. هني أبي أنا حق كل الطلاب، طبعا هني ما عندنا تاريخ تسليم or anything لأنه ما يحتاج الطالب يسوي فيه شيء، بس أنا أبي أشارك معهم مادة. راح أسوي مشاركة، نزل عندي الكتاب. آخر شيء عندنا هني إعادة استخدام مشاركة. إذا أنا مثلا أبي أرد أعدل على هالامتحان، أو أرد أعيد الامتحان بس حق طلاب معينين، أو إذا مثلا هذا التكليف أبي أرد أعيده، أقدر عن طريق إعادة استخدام مشاركة. تمام، هذا بالنسبة حق الواجب الدراسي.